أهلا بحضراتكم من جديد. خلينا على طول نستعرض معاكم جولة سريعة في أحوال المرور ونبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي ونشوف الأحوال عاملة إزاي لأن الناس ابتدت تنزل. خلينا نبتدي على طول جولتنا من القاهرة، تحديدا هنبتدي كالمعتاد من كوبري أكتوبر. إحنا شايفين المناطق أو اللي واخد كوبري أكتوبر متجه لمناطق رمسيس وغمرة، هنلاقي إحنا قدامنا سيولة مرورية تمام، واللي هيكمل معانا أعلى كوبري أكتوبر في اتجاه العباسية هيلاقي بعض الكثافات البسيطة. لو فضلنا ماشيين هنكمل لغاية ما بنوصل لكوبري تحيا مصر، احنا شايفين سيولة مرورية تامة. لو بصينا بقى عند الكورنيش هنلاقي بعض الكثافات الغير مؤثرة، وهنتابع بعدها السير لغاية ما بنوصل لصلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة. هنفضل ماشيين ومكملين لغاية ما بنوصل لنفق الملك الصالح، احنا شايفين برضو قدامنا كثافات مرورية لكن بسيطة متعودين عليها في الوقت الحالي. لو بصينا بعد كده أو حاولنا نكمل لغاية ما بنوصل لكوبري الروضة هنلاقي برضو بعض الكثافات. احنا عايزين نذكر كل مشاهدينا ان في غلق لطريق بن زايد الجنوبي لمدة شهر، وده بيستلزم اجراء بعض التعديلات علشان حركة المرور، وكمان الادارة العامة للمرور عينت الخدمات المرورية، وده بالتزامن مع تنفيذ اعمال تطوير طريق الاوتوستراد واللي متضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف اعلى طريق الاوتوستراد بمنطقة المجزر الالي، وده طبعا هيخلي يبقى في غلق كلي لشارع الصيانة المتفرع من شارع الاوتوستراد ولغاية شارع الجزائر، وتحويل حركة المرور تجاه شارع المذبح، وده لتنفيذ القواعد الخرسانية في الكوبري. خلينا نبص عند الكثافات المرورية اللي ظهرت أعلى طريق الاوتوستراد اللي جاي من مناطق حلوان للمعادي ومقطم، وبرده كثافات مرورية تانية للمتجه لمناطق بين الجبانين ولغاية ما بنوصل ل 15 مايو بسبب طبعا زيادة سيارات النقل التقيل، وكثافات المرورية في اتجاه شارع عباس العقاد، وكثافات تانية أعلى دائري المرج للمتجه من نفق السلام لغاية في اتجاه الطريق الزراعي. لو بصينا عنده كمان هنشوف كثافات عند صلاح سالم والطيران، وده بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزي للمحاسبات والإحصاء. خلينا نتحول ونستكمل جولتنا في شوارع الجيزة ونبتدي تحديدا من محور 26 يوليو للي جاي من أكتوبر. هنشوف مع بعض الكثافات المرورية للمتجه لميدان لبنان، هتقل شوية لما بنوصل عند نادي الزمالك أو عند كوبري 15 مايو. ناخد بالنا إن احنا برضو في غلق لميدان سفينكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي وربطه بالطريق الدائري، وده من خلال شارع أحمد عرابي والإدارة العامة لمرور الجيزة برضو أجرت مجموعة من التحويلات المرورية، وده لتفادي حجم الكثافات، وده أكيد هيأثر على شارع جامعة الدول العربية وهيسبب بعض الكثافات. لو بصينا بقى على المحور المتجه لأكتوبر هنلاقي مع بعض سيولة مرورية وما عندناش فيها مشاكل. شارع الهرم احنا عارفين انه في الوقت ده هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية بسبب غلق الشوارع اللي احنا متعودين عليه بقالنا فترة. احنا عارفين ان في مسافة 500 متر بسبب فيها إغلاق بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، والكثافات هتزيد مع ساعات الذروة. لو بصينا بقى على باقي شارع الهرم الرئيسي احنا شايفين تباطؤ في حركة السيارات برضو بسبب الغلق اللي موجود في التقاطع مع شارع المريوطية وفي منطقة المساحة وشارع العريش ومذكور الطلبية بسبب إنشاء برضو محطات لمترو أنفاق وإلزام السائقين بالتوجه للطرق البديلة المحددة. احنا عارفين ان في منطقة مشعل دلوقتي بيظهر بعض الكثافات، وده شيء متعودين عليه من اول شارع العشرين ولغاية الطلبية، وكثافات تانية للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع اللي بيوصل بين منطقة الطوابق ولغاية العشرين. هنلاقي كده كمان في هنا الكثافات اللي هتبقى موجوده في شارع السودان عند غايه من اول شارع السودان ولغايه جامعه القاهره وصولا لميدان النهضه ومناطق بولاق وامبابه. لو بصينا بقى على محور صفت اللبن هنلاقي في الاتجاه المتجه في هذا الاتجاه هنلاقي فيه كثافات مروريه، ناخد بالنا طبعا برضو ان الشركه المنفذه لاعمال توسعه مطلع الطريق الدائري القوس الشرقي المنيب اللي جاي من مناطق شبرمنت وطريق المريوطيه والمؤدي لطريق الدائري القوس الشرقي في اتجاه مناطق المنيب فيها إغلاق كلي لمطلع الطريق الدائري في المنطقة المشار إليها، على أن تكون مواعيد الأعمال على مدار 24 ساعة ولغاية الانتهاء من الأعمال.
خلينا بقى نسيب الجيزة ونروح للقليوبية. احنا شايفين مع بعض لو ابتدينا من عند شبرا الخيمة هنلاقي بعض الكثافات المرورية في الشارع الجديد، لكن الكثافات دي متحركة. عندنا طريق بديل محور الفريق العصار للي عايز يروح لمناطق شرق القاهرة، وخصوصا للي جاي من طريق شبرا بنها الحر. لو بصينا بقى على الطريق الزراعي احنا شايفين مع بعض كثافات مرورية في طريق اسكندرية الزراعي بسبب زيادة أحمال السيارات في الاتجاه اللي جاي من الأقاليم وصولا للقاهرة. الاتجاه الثاني احنا شايفين فيه بعض الكثافات المتقطعة، وده طبعا وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية هتظهر في الطريق والمنع ظهور زحام مروري للمركبات. لكن بقى اللي جاي من الطريق الزراعي ومتجه للدائري سواء للجيزة أو المرجة هنلاقي سيولة مرورية، بعض الكثافات البسيطة هنلاقيها ممكن تكون غير مؤثرة بشكل كبير. إجمالا ما عندناش مشكلة في منطقة القليوبية أو في محافظة القليوبية. خلينا بقى نكمل جولتنا ونروح لبورسعيد. لو ابتدينا من شارع أوجينا هنلاقي هناك في سيولة مرورية، ولو كملنا بعد كده لغاية شارع جمال عبد الناصر احنا شايفين كثافة نسبية بسيطة جدا هتقل لغاية ما بنوصل لشارع 23 يوليو. هنروح بقى عند طريق طرح البحر احنا شايفين كمان في سيولة مرورية وما فيهوش أي مشاكل. ناخد بقى من اول طريق طرح البحر ونطلع على شارع الجمهورية، احنا شايفين بعض الكثافات المرورية اللي ممكن تكون كبيرة لغاية اخر الشارع، بعدها الامور بتبقى طيبة وما بيبقاش عندنا اي مشاكل. دلوقتي بقى خلينا نتابع مع حضراتكم متوسط اسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الامريكي بيسجل 24 جنيه 59 قرش للشراء، 24 جنيه 52 قرش للبيع. اليورو بيسجل 25 جنيه و50 قرش للشراء، 25 جنيه و41 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 29 جنيه 51 قرش للشراء، 29 جنيه و42 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 25 جنيه 88 قرش للشراء، 25 جنيه و80 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 3 جنيه 43 قرش للشراء، 3 جنيه 42 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 6 جنيه 54 قرش للشراء، 6 جنيه 52 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 79 جنيه 97 قرش للشراء، 79 جنيه و70 قرش للبيع. أما الدرهم الإماراتي بيسجل 6 جنيه 69 قرش للشراء و6 جنيه 67 قرش للبيع. خلينا نتحول لمتوسط أسعار الذهب. الجرام عيار 18 بيسجل 1251 جنيه، والجرام عيار 21 بيسجل 1460 جنيه، الجرام عيار 24 بيسجل 1668 جنيه، أما الجنيه الذهب بيسجل 11680 جنيه. ودلوقتي خلينا مشاهدينا نتابع مع حضراتكم طقس النهاردة اللي هيكون مائل للبرودة الصبح بدري ومعتدل في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهنلاقي فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على حلايب وشلاتين، وكمان هنلاقي شبورة الصبح على بعض الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 24 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 30 درجة، والأقل هتكون في كاترين 19 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل.